بكم على الهواء مباشره من استديوهات 218 نيوز في البلاد عندنا موضوعنا الرئيسي والاساسي الليله هي التصريحات النارية للسيد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسه الوطنيه للنفط تصريحات ناريه وصنع الله يعني ربما جزء كبير منكم تابع التصريحات هذه في مساحتنا الاخباريه السابقه صنع الله يعني اتهم الصديق الكبير بتهم كبيره جدا تهم كبيره يحكي على نص مليار ويحكي على اهدار ويحكي على اشياء وقضايا كلها حنجوها بالتحليل ونشوفوا ابعاد هذه التصريحات النارية وشن موقعها يعني من مسألة اتفاق ضخ النفط ونبنشوف تداعياتها ونبنشوف أبعادها والسيناريوهات المحتملة نتكلم على يعني صدام هائل بين أكبر مؤسستين في البلد المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي المركزي واللي هم طبعا ركيزة أساسية الآن في أي تسوية سياسية وأيضا هم ركيزة أساسية في المسار الاقتصادي ولكن قبل هذا كله والتفصيل المهم جداً قبل كم يوم تكلمنا على الحادثة اللي صارت في بنغازي بخصوص تناروت التجمع الثقافي والنشاطات الفنية وحملة وخطاب الكراهية والتحريض اللي هو طال تناروت من الهيئة العامة للأوقاف وقادات الهيئة العامة للأوقاف وتم اتهام تناروت وأعضاء تناروت بتهم يعني خطيرة جدا منها النشر الإلحاد ونشر المسيحية وأنهم عندهم طقوس يعني زي طقوس عبدة الشياطين وخذينا بالتفصيل وقعدنا نحكي تقريبا شيء شي 30 دقيقة شي نص ساعة ونحن نحكي في هذه المسألة وطرحنا القضية من كافة الأبعاد بمختلف وجهات النظر وكيف صارت القصة ويعني وقدمنا الأشياء زي ما صارت طبعا صار جدل كبير جدا في اليومين هذا النياهي ودخلت فيها الجيوش الإلكترونية يعني وحملة الخطاب والتحريض ضدنا وضد تناروت وضد أي مثقف وضد أي نشاط ثقافي وهذا شيء معروف تعودنا عليه يعني مش حاجة كبيرة جدا ولكن هالمرة يعني عندنا كلام فاصل في هذه المسألة ولكن خلوني قبل هذا كله وقبل ما نتكلموا على هذه المساله بـ بـ بتفصيلات دقيقه نبو ناخذ البيان اللي اصدرته الهيئه العامه للاوقاف في بنغازي طبعا هو بيان من اربع اوراق فنبو نمر عليه هيك نقطه نقطه ونشوفوا شنو تضمن وشن هو موقف الهيئه العامه للاوقاف الموقف الحقيقي لها بيان مكتب الاوقاف والشؤون الاسلاميه بنغازي بشان حمله التشويه التي يشنها تجمع تناروت ومؤازروه على الهيئه العامه للاوقاف حرصها الله من كيد الكائدين بسم الله الرحمن الرحيم يعني نبدا بسم الله وهذه يعني كويسه ولقينا نقطه عاد نحن نشترك فيها بسم الله نبدا في البيان يعني في مجموعه من الايات ووضعين طبعا ايضا حديث اللي هو ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على ان يغيروا ولا يغيرون الا يوشك ان يعمهم الله بعقاب يعني هذه اشاره مبدئيه ويتم التاسيس في البيان على جزئيه ان الهيئه العامه للاوقاف هي مضطره وان العمل اللي تدير فيه هو عمل اضطراري يعني بحكم موقعها وبحكم ان هي تشوف ان هي راعيه لمساله الاخلاق وكذا وحتشوفوها موجوده في البيان يعني في القادم على كل حال عن كثب يتابع مكتب الاوقاف والشؤون الاسلاميه ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحه تجمع تناروت وما تبعه من دعم ومؤازره من منظمات اجتماعيه قنوات اعلاميه لهذا التجمع في حملته لتشويه لإرعام الاوقاف حسب قولهم بمقاضاة هذا التجمع لدى الجهات الرسمية الشرعية بالدولة علما بأن الهيئة العامة للأوقاف لم تخاطب ولم تقم بمقاضاة هذا التجمع إنما تم إقحامها في موضوع متداول في النيابة العامة جيد هذه الورقة الأولى الورقة الثانية طبعا قالوا نحن ما لا رفعنا قضية ولا درنا حاجة لكن الغريب أن في الورقة الثانية شنو يقولوا يعني في, في نوع من التناقض انطلاقا بما أنيط بمكتب الأوقاف انطلاقا بما أنيط بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي من مهام منها خلينا نفتح قوس في هذه حفظ الدين والأخلاق من الأفكار الهدامة والمناهج المخالفة والدعوات التغريبية غلوا وجفاء من دعوة لتعدد الآلهة والطعن في دين التوحيد ومدح للبوذية والنصرانية ومن حفلات فيها طقوس لعبدة الشياطين ومن نشر كتب برعاية الجامعة العبرية لكتب يهود ومن دعوة لممارسة الجنس بأدق تفاصيله من دعوة الخيانة الزوجية وغير ذلك مما يخدش الحياء ذكره خلونا نوقف عند هذه شوي النقطة هذه نقطة مهمة جدا في البيان انطلاقا مما أنيط بمكتب الأوقاف ما حددش البيان يعني من هي الجهة اللي أناطت بمكتب الأوقاف أو من هي الجهة الرسمية أو الجهة الأمنية أو الجهة التشريعية نحن نعرف أن ليبيا طبعا أو في كل دولة في العالم لما نقول لك أنيط بك معناها بنسألك من اللي من اللي أنت كلفك بهذه المسؤولية هل هي مسؤولية أمنية أولا بنحدده أنت الآن شنو الدور اللي تلعب فيها؟ هل تلعب في دور تشريعي؟ هل تلعب في دور رقابي إذا كان دور تشريعي أو دور رقابي هذا شيء يحدد مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية في البلد هل مجلس النواب على سبيل المثال أناط بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية مهمة حفظ الدين والأخلاق وهل سبق في تاريخ ليبيا كلها أن كانت في جهة متخصصة في حفظ الدين والأخلاق ونحن نعرف أن هذه مسألة نسبية جدا وأن الأخلاق المعروف الأخلاق والقيم الأخلاقية بغض النظر عن كل حد كيف يشوفها هذه وظيفة للفرد هذه معروفة في المجتمعات كلها والقيم الأخلاقية هذه كلها قاعد يصنع فيها المجتمع في سياق تاريخي وثقافي يتطور مع العصر هذه مهمة مجتمعية أخلاقية وكل فرد مسؤول عن أخلاقه لا نعتقد أن في أي جهة في ليبيا أدعت في لحظة من اللحظات في كل تاريخ ليبيا الطويل عمر ما طلعت جهة وقالت والله أنا وظيفتي حماية الدين والأخلاق والهيئة العامة الأوقاف قاعدة تقول أنيطت بنا ومهمتنا الأساسية حفظ الدين والأخلاق فلابد أن الهيئة العامة للأوقاف أول شيء يحددوا الجهة اللي هي منحتهم هذا الحق طبعا حماية الدين والأخلاق هذا راهو شيء مش موجود مش موجود في العصور الحالية أبدا هذا شيء كان يصير في العصور الوسطى هم يزعلوا منها كلمة العصور الوسطى لكن هذا هو الحقيقة ما فيش حماية دين وأخلاق في قانون إذا المواطن أو المواطن الليبي تصرف بشكل غير قانوني بما هو موجود في التشريعات والقانون الليبي المحترم هذاك الوقت القضاء يقول كلمته، لكن انت قاعد الان تلعب في دور المشرع ودور المراقب ودور القاضي. ثلاثة في واحد، ولم تحدد الجهة اللي منحتك هذا الحق، وهو حق لا يمنح لاي جهة اطلاقا. حتى لما حد حتى الدولة او اجهزة الدولة لما تشتغل الجهاز الرقابي لما يبي يشتغل محتاج انه هو يمر على التشريعات ومحتاج انه يمر على الدوائر الأمنية ومحتاج انه يمر على القضاء. ما فيش جهة يعني تمسك خيوط القصة هذه كلها وتكون قاضي وتكون تراقب في الدين وفي الأخلاق وطبعا الأكثر سلبية أنك أنت تراقب في الدين والأخلاق من منظورك من منظورك الشخصي وهذا شيء مؤسف جدا يعني أن الهيئة العامة الأوقاف يعني تبي تشوف للدين والأخلاق أو تبي تعلم الدين من جديد للليبيين من منظورها فقط ومن فهم ضيق ومن نسخة خاصة بها وبفهم مفرد للإسلام وتبي تقول لنا والله نحن 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 حنوروكم الطريق الصحيح مش بس الطريق الصحيح الطريق الصحيح هو الوحيد نحن عندنا الطريق الصحيح ونحن عندنا الطريق الوحيد ما فيش طريق آخر ولذلك نحن القادرين على حفظ الدين والأخلاق يعني مسؤولية كبيرة ما فيش أي جهة ممكن هي تتحملها الأخلاق من يراقب أخلاق الناس شيء غير معقول يعني شيء غير معقول ومن المفترض أنه هو يعني أن هذه هي مهمة إلهية في نهاية الأمر ف هذه أول نقطة ويكملوا طبعا هذه التهم اللي هم وجهت لناروت لتناروت الأفكار الهدامة المناهج المخالفة الدعوات التغريبية لم يحددوا شن هي الدعوات التغريبية يعني اللي جاية من الغرب غلوا وجفاء دعوة لتعدد الآلهة هل هل يعقل أن تناروت يعني والله حد في بنغازي ولا في بناغزة قاعدين يدعوا لتعدد الآلهة زي زمان يعني أيام قريش مثلا والطعن في دين التوحيد ومدح البوذية والنصرانية لابد أن الهيئة العامة وقفت تقدم أدلة بالفيديو وبالصورة وبالصوت ومكتوب عن هذه المسألة اللي تقول فيها لأن هذه اتهامات خطيرة اتهامات تؤدي للقتل في, في, في شربة المية من جديد أو فتحنا القوس حفظ الدين أهمتها من الأخلاق من كذا وكذا أفكار الهدامة مناهج مخالفة الدعوة التغريبية دعوة لتعدد الآلهة الطعن في دين التوحيد مدح للبوذية والنصرانية حفلات فيها طقوس لعبادة الشياطين وين هي الأدلة بما نحكم نحكم بالقانون إذا كان في ليبيا يحكمنا القانون ولا بد أن يحكمنا القانون وين هي أدلة الهيئة العامة الأوقاف على أن في بناغزة قاعدين يعني يدعو لتعدد الإهات ومدح البوذية وطقوس عبدة الشياطين وين القصة هذه كلها ومن نشر لكتب مش عارف برعاية الجامعة العبرية اليهودية إلى آخره طبعا دائما هم نحن نواجه في مشكلة مع في مسألة الكتب يعني دائما الهيئة العامة الأوقاف عندما عندها مشكلة من الكتب فقط الهيئة العامة الأوقاف تبي تقول والله أنا اللي نحدد لكم شن تاكلوا وشن تشربوا وشن تقروا وكيف تفكروا هذا شيء غير منطقي شيء غير منطقي، ربما الهيئة العامة للأوقاف يعني أو الناس اللي ماشيين في هذا المنهج، ربما هم محتاجين لإعادة نظر في المسألة هذه. راهو أنت إذا ما تستمر بهذه الطريقة وبالتحريض وبالكراهية وبالخطاب وكل شيء بالقوة واخذه، راهو الناس مش ح.. مش حتبحت فيك الناس إطلاقا. لا يمكن حد يختلف معكم أو يختلف مع الهيئة العامة للأوقاف لو كان الخطاب خطاب سلمي. من حقك أنك أنت تتكلم وتعبر عن أفكارك وتعبر عن فهمك الخاص للدين. لكن في نطاق سلمي من غير تحريض وكراهيه ومن غير ما تقول ان انا انا طريقي هو الطريق الوحيد الصحيح وانا قاعد يعني نحفظ في الدين والاخلاق يعني شيء غير معقول الدين والاخلاق بعد ما الانسان يعني والعقل البشري وصل لمنظومه القانون والديمقراطيه وشكل الدوله الحديث قال اه الاخلاق وفي حريات فرديه وحريات خاصه بشرط ان انت حريتك هذه هي ما تعتدش بها على حريه الاخرين وفي قانون يحمي الجميع ويحمي الدوله ويحمي المؤسسات ويحمي الافراد من بعضهم ويحقق الحريه للفرد ويحمي الفرد من الاعتداء على حريته في شيء اسمه القانون وليبيا تتحكم بالقانون من اول ما اخذت استقلاليتها في 1951 الى هذه اللحظه ما فيش حاجه اسمها حفظ الدين والاخلاق انا كجهاز مهمتي حفظ الدين والاخلاق على كل حال قالوا نحن ما درناش دعوه قضائيه وحطوا طبعا كل هذه التهم فقد قام المكتب بمخاطبة عدد من الجهات الأمنية فقد قام المكتب الآن تو أنت قلت لي ما رفعتش قضايا في الورقة الأولى عاد وتوا تقول لي نحن خطبنا أنت أنتو من خطبتوا قام المكتب بتاع الأوقاف بمخاطبة عدد من الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمخاطبات رسمية بجميع الطوام العقدية والفكرية والأخلاقية والسلوكية الآن بهذا الوضوح لما المكتب بتاع الأوقاف يخاطب مباشرة من غير اي وسيط الاجهزة الامنية معناها في مشكلة كبيرة جدا في ادارة الدولة. معناها ممرش على القضاء ولا مر على القانون مباشرة. كيف من الممكن ان مكتب لهيئة عامة للاوقاف لها يعني امورها نحن نعرفوها الهيئة العامة للاوقاف لها علاقة بالزكاة وبالصيام وبرمضان وامور ثانية. ما لهاش علاقة بهذه التفاصيل. كيف من الممكن ان الهيئة العامة للاوقاف تخاطب مباشرة الأجهزة الأمنية هل عندها سلطة عليا على الأجهزة الأمنية؟ مش من المفترض أن يكون في أمر قضائي في هذه المسألة قبل؟ وين القضاء؟ وين مش ما شفناش مش قاعد القضاء وين هو السياق القانوني أو السياق القضائي اللي تكلم عليه البيان؟ البيان قاعد يقول لك قام المكتب بمخاطبة عدد من الأجهزة الأمنية من هو المكتب عشان يخاطب مباشرة الأجهزة الأمنية؟ هذه فوضى ما علاقة لا بقانون ولا بأي شيء ما علاقة بأي شيء وكيف تقبل الأجهزة الأمنية أن جهة ما باستثناء القضاء تجي وتحكي لها على اشياء زي هذه وتحرض تحرض في الاجهزه الامنيه وطبعا الاجهزه الامنيه لابد ان هي توضح موقفها ولابد ان هي تلعب دورها الايجابي هل تتلقى في اوامر ولا في طلبات من الهيئه العامه للاوقاف؟ وزاره الداخليه مفروض ان يجيها الكلام من من القضاء وزاره الداخليه فيها مستشار مستشار ويعرف هذا الموضوع جيدا يعني قام المكتب بمخاطبه عدد من الاجهزه الامنيه التابعه لوزاره الداخليه بمخاطبات رسمية بجميع الطوام العقدية والفكرية والأخلاقية طوام هم طبعا هذه كلها وجهة نظر خاصة يعني والسلوكية المنبثقة عما يدعو إليه هذا التجمع والتي تفسد على الناس دينهم ودنياهم كل قرارات شخصية من الهيئة العامة والأوقاف الهيئة العامة والأوقاف عندها نظرة خاصة بها للدين وللأخلاق وبناء عليها تقيم في الناس لا يوجد أخطر من هيك ما فيش أخطر من هيك هذا هو ترهيب للناس بشكل مباشر وقد قدم المكتب الأدلة والبراهين مفصلة يا ريت والله يقدموا لنا الأدلة والبراهين المفصلة في, الـ في, الـ في, هذا البيان بتاع أربع أوراق مش قلتوا البناغزة وجماعة بنغازي وتنروت يعبدوا في الشياطين ويديروا في, في طقوس غريبة ويدعوا للبوذية ويمدحوا في البوذية وينشروا في المسيحية طبعا حكينا تهم كلها متضاربة يعني ينشر في المسيحية والإلحاد يعني ما تعرفش حتى كيف تجي تهم كلها متضاربة وتدل على أن اللي, اللي ساقوا التهم هذه ما عندهاش فكرة عن هذه العقائد والإيديولوجيات في تحريض اكبر من هيك لما تقول لي انت تنشر في الالحاد ولا المسيحيه هذه تكفي ان تقتلك يعني ما جيش تقول لي انا ما حرضتش انت قلت كل شيء لما انت تقول لي جماعه تناروت قاعدين يدعوا للالحاد او المسيحيه انت قلت كل شيء ما جيش تقول لي والله لكن انا ما حرثتش لا انت قلت كل شيء خلاص انتهت يعني وقد قدم المكتب للاجهزه الامنيه من غير ما يمر على القضاء طبعا الادله والبراهين مفصله من صفحه تجمع تناروت نفسه على جميع ما ذكره من مراسلات لهذه الجهات الأمنية فبعد الاطلاع على الكتب المع... الكتب المعلن عن قراءتها قراءة مستفيضة قام المكتب بإرسال نسخ مصورة عما تحتويه هذه الكتب من فساد ديني وأخلاقي وتقديمها لهذه الجهات المختصة والمسؤولة على حفظ أمن البلاد حسيا وفكريا واجتماعيا حسيا بصراحة هذه أول مرة نسمعها بصراحة نحن نعرف أن الأجهزة الأمنية بكل دوائرها الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية والأمن ومديريات الأمن صحيح هي تساهم في حفظ امان المواطنة والمواطن شيء ويا ريت طبعا يتم حفظ الامن بشكل صحيح الغريب ان مسؤوله عن حفظ الامن حسيا وفكريا هذه اول مره نسمعها هل من هل وظيفه الاجهزه الامنيه ان تحفظ لك امنك حسيا وفكريا هذه بصراحه غريبه يعني هذه رقابه هذه رقابه يعني غير مستحقه حسيا وفكريا كيف يعني والتي بدورها رفعت الامر لوزاره الداخليه والنيابه العامه و يعني في حاجة غريبة الآن الهيئة العامة للأوقاف مع افتراض حسن النية، منشغلة الآن بحفظ الدين والأخلاق وتشوف أن الاختلاط أن هو يعني جريمة أخلاقية رغم أن الجامعات مختلطة، بيديروا حل بما أن أنتم عاشتوا ألغوا الجامعات وألغوا حاجة تواجد في بنغازي وفي الشرق. خلاص ما مع... تبوها مختلطة، يكون الأمر واضح يعني. وعدوا البرلمان وديروا التشريع يجتمعوا البرلمان طبعا في حال أنهم اجتمعوا ويديروا التشريع ويقولوا نحن حنمنعوا الاختلاط في ليبيا. وبعدين احكوا انت مشرع هيئه العامه الأوقاف تلعب في كل الادوار تلعب تلعب في دور تشريعي في البرلمان المفروض البرلمان ايضا يعترض يقول الجماعه كيف قاعدين يحكوا هيكي وتلعب في دور قضائي ودور رقابي وتلعب في كل شيء وتلعب في دور الوصي الاخلاقي على الناس لان في مجموعه من الناس موجودين في الاوقاف عندهم وجهه نظر خاصه بهم للدين ويفرضوها ويقولوا ان هذا الطريق الصحيح وهو الطريق الوحيد عشان انت تفهم الدين بشكل مضبوط يعني مشكله مشكله كبيره جدا وبلا شك ان هي ما في صلحهم يعني. لا يمكن هي تكون في صلحهم فيعتبروا في الاختلاط جريمه اخلاقيه ودايرين ومنهمكين في هذه المساله لكن لكن قتل الصبايا في الشوارع في بنغازي ما هو جريمه اخلاقيه هذه قلناها هذاك اليوم. تنقتل الحنان البرعصي عادي، تنقتل السيام سرجي عادي، تنقد المقبوله العبد، هذه الجريمه الاخلاقيه اللي تتنافى مع الدين ومع الاخلاق الليبيه ومع الشخصيه الليبيه. عمرنا ما سمعناها في تاريخ ليبيا ان رجل يعتدي على مرأة بالشكل هذا. هذا شيء بعيد وهذا هو التغريب الحقيقي عن الشخصيه الليبيه، هذا هو الاغتراب عن الهويه الليبيه. اذا تبوا التغريب والاغتراب والقصه وان هذه مش مش لنا، وهذا الكلام هو ما هوش لنا. قتل الصبايا في الشوارع في بنغازي ما فيش حد يحكي عليه. مش كان اجدى ان الهيئه العامه لو وقفت تنتبه للقصه هذه، ما تجيش تقول الاجهزه الامنيه وظيفتها حس حفظ الامن حسيا وفكريا، شنو الكلام الغريب؟ الطلاسم يعني هذا. ما تفسير يا ريت الاجهزه الامنيه تطلع وتقول فعلا احنا وظيفتنا ان نحفظ امن المواطن المواطن حسين وفكريا وتشرح لنا حسيا وفكريا كيف كيف تقدر تحفظ امن المواطن حسيا وفكريا يتم حفظه حسيا وفكريا لم يتم التصدي من الاجهزه الامنيه لهذه الممارسات لما الاجهزه الامنيه تقول ان راه ما فيش حد يلعب في دور القضاء ودوم من المفترض ايضا ان القضاء يقول كلمته يعني في هذه المساله وان مكتب الاوقاف والشؤون الاسلاميه بنغازي لا يعجب من حملة التشهير والتشويه لمؤسسات الدولة التي يقودها هذا التجمع مؤازرتهم من منظمات وقوانات فضائية لمجرد مقاضاتهم وهم المطالبون بتفعيل القضاء تو انت قبل في الصفحة الأولى قلت لي نحن علما بأن الهيئة العامة للأوقاف لم تخاطب ولم تقوم بمقاضاة هذا التجمع شوف هذه في الصفحة الأولى في الصفحة الثانية إن الهيئة العامة لم تتورع بالتوجه إلى القضاء وتقديم شكوى في النيابة ضد التجمع فمن المفترض عاد الآن هذا اختبار حقيقي لعمل النيابه وعمل القضاء وعمل الاجهزه الامنيه. هذا اختبار حقيقي ودقيق جدا. اختبار لعمل الاجهزه الامنيه. وهذه مش اول مره تصير، صارت زمن في مقهى كازا وصارت في مناسبات كثيره. هذا اختبار حقيقي يعني بناء على هذا الاختبار وعلى نتيجته يمكن بعدين نحن قياس ثقه المجتمع البنغازي بالاجهزه الامنيه او لا. طيب هيجونا طبعا هنا بيحكوا شويه مع ال 218 في, في الورقه الثالثه. وإن تعجب فتعجب قوله من التجمع يحمل الهيئة العامة الوقاف المسؤولية الكاملة لسلامة أعضائه من أي أذى أو ضرر ناجم عن التحريض والتشويش المتعمد صدم طرف وحطين ثلاث علامات تعجب يعتبروا أن اللي داروه ما تحريض ما أنت لما تقول لي راهو فلان قاعد في تانروت يعبد في الشياطين شنو تتوقع ما اكيد حيمشي يقتلوه يعني واضحة عاد ما تبيش في جيه زي ما يقولوا فعجبا لهم كيف يسوون الأجهزة الرسمية في الدولة التي خطبها المكتب بالميليشيات على كل حال ومنها قول المقدم في برنامج على قناة 218 اللي هو برنامج البلاد طبعا كذبا وزورا حطينها بين قوسين هذه الجهات تأخذ أوامرها من الهيئة العامة للأوقاف وعجبا لهم كيف يرون التوجه إلى القضاء والجهات الرسمية بالدولة تحريضا وتشويشا يعني كل البيان يعني نحن نأسف أنه هو متناقض تو قال لك جماعة يعني معلش الجهات نحن قلنا أن الجهات الأمنية تأخذ في أوامرها من الهيئة العامة للأوقاف هذه مش نحن قلناها أنتم قلتوها في البيانة اهي موجوده في البيان يعني موجوده في البيان وقد قام المكتب اهي موجوده في البيان انطلاقا من من مهمته حفظ الدين والاخلاق الى اخره وكذا وكذا قام المكتب بمخاطبه عدد من الجهات الامنيه انتم تقولوا نحن ان خاطبنا الجهات الامنيه ما خطبتش قضاء انتم مشيتوا للاجهزه الامنيه مباشره على كل حال وعجبا لهم كيف يرون التوجه الى القضاء والجهات الرسميه بالدوله تحريض الشيوش والله يا كلها يعني يا ريت يكون في في فهم حقيقي عند كل المجموعات الدينيه او الجماعات الاسلاميه اذا هي تتبنى الخيار السلمي في نشر دعوتها ان هي تؤمن بشكل حقيقي بالقضاء وبالقانون وتحتكم للقضاء والقانون في اي شيء. انتم ما شفتوش القضاء انتم عندكم شوفوا يعني في جيوش الكترونيه. عندكم ناس بالاسماء عندكم دعاه وعندكم اعضاء في اللجنه العليا للافتاء يكتبوا في صفحاتهم على الفيسبوك ويحرضوا ويستخدموا في الفاظ لا تليق لا بالليبيين ولا بالقانون ولا بالاخلاق، تقدر تفتح فيسبوك واكتب تنر بس ودير سيرش وبحث، حتجد اعضاء موجودين في اللجنه العليا للافتاء وفي هيئه الاوقاف وشوف الاسلوب اسلوب اطلاقا لا يليق يخدش الحياء هي هذه اللي تخدش الحياء فعلا يعني هذا الاسلوب تحريض ملاش اسم اخر ولم يكتفي هذا المذيع بالطعن في هيئه الاوقاف ورجال الامن الداخليه تهكم على وزير الداخليه وسيادة المستشار محمد بن غازي وتطاول وسخر من تعاليم الإسلام يعني ربما يعني ربما هنا في شوي تشويش يعني الهيئة العامة للأوقاف وكثير يعني للأسف عندهم خلط في مسألة النقد والتطاول أو التهكم النقد ثقافة مهمة جدا النقد شيء أساسي النقد شيء أساسي في عملية الفهم لكن طبعا اللي تنتقده في ليبيا يزعل سواء مسؤول سواء جهة دينية والله هيئة أوقاف أو شخصية سياسية أو جسم سياسي اللي تنتقد يزعل يزعل يعني لا مش تهكم هذا نقد ولا بد ان الواحد ينتقد شنو المشكله ما دام فكري في حط طلع عليكم وقال نحن والله نبي ندير لكم حاجه انتقاد انا انتقد في موقفك وبعدين في شيء مهم لما ننتقد في سلوك الهيئه العامه للاوقاف هذا ما لا يعني انتقاد الاسلام ليش هم رابطين ليش هم يعتبروا ان انتقاد هيئه الاوقاف هو انتقاد للاسلام ما علاقه هيئه الاوقاف مجموعه من الاشخاص مواطنين ليبيين عندهم وجهة نظر خاصة بهم بالدين وجهة نظر تاريخية وننتقد فيهم وسلوكهم شنو علاقة الإسلام بهذه العمل الأوقاف ما انتقاد للدين أبدا فيعني أشياء ما علاقة ببعضها ويعني وسخر من تعاليم الإسلام أنا أتمنى يعني أن هيئة العمل الأوقاف من جديد تعطينا دليل واضح يعني حتى كلمة يجيبوا حتى كلمة نحن سخرنا فيها من تعاليم الإسلام يجيبوا لنا حتى كلمة واحدة يعني ما نبوش نطولوا في مواضيع طبعا أكثر أهمية ولكن على كل حال بل إن هذا المذيع من حقدي على الهيئة العامة للاوقاف كذا وكذا إن السحر حرية شخصية طبعا أيضا هذا كلام غير دقيق يعني و ونحن ندعوهم يعني المشاهد الوفي يعرفنا كيف نحكو ونحن نحكو نحن ليبيين ونحكو بالليبي يعني والمشاهد عرفنا كيف نحكو السحر حرية شخصية لا أعتقد أن في حد قالها يعني في 218 كلها على بعضها والحلقات موجودة على اليوتيوب بالمناسبة يعني الناس اللي يكون عندهم انترنت جيد يقدروا هم يرجعوا لصفحتنا الرسميه 218 تي في على اليوتيوب. ولم تقف معالجتهم عند كذا وكذا يجلسون انفسهم التوجه الى القضاء والى اخره. وطبعا خذ لك عد من الخطاب هذا ياهي والتحريض ومكتب الاوقاف حيدير ويدير ويحذر الليبيين، طبعا دخلنا في نظريه المؤامره في نهايه البيان. هذا مهم جدا. ومكتب الاوقاف والشؤون الاسلاميه بنغازي اذ يبين هذا يحذر الليبيين جميعا به على الاقل كويس ان اول مره يوجه خطابهم للليبيين جميعا يعني شرقا وغربا وجنوبا من كل من يريد استهداف دينهم وعقيدتهم واخلاقهم من اذناب الغرب والمنبهرين بحضارته المزعومه لا يفترن ولا يهن لهم عيش حتى يروا هذا المجتمع الليبي المسلم ينجرف خلف تيارات الدعوه الى التحرر من الدين والعقيده طبعا قصه القيم الغربيه ما عادش في شيء اسمه قيم غربيه بالمناسبه راهي الديمقراطيه والحريات وحقوق الانسان قيم انسانيه بمعنى ان الديمقراطيه اللي تشوفوا فيها انتم مش راضين عليها وزعلانين منها او مساله الحريات الفرديه وحريه التفكير هذه ليست قيم غربيه هذه قيم انصهرت انسانيا وتلاقحت فيها كل الحضارات العربيه والفارسيه والغربيه وكل والحديث والقديم وطلعتنا بهذه المنظومه الجديده اللي هي قيم انسانيه ما هيش للغرب اطلاقا اطلاقا بل ان الان الفكر العربي قاعد يم... يعني قاعد يلعب في دور مهم جدا في تشكيلها وفي تكوينها وبالمناسبة العالم الآن قاعد في مرحلة يسمو فيها مرحلة ما بعد الديمقراطية حتى الديمقراطية نحن ما عادش قاعدين نحكي فيها واجد يعني وللأسف هذا كان البيان والآن عندنا إحنا كلام فاصل جدا في هذه المسألة انتهينا من البيان أولا باش يجد الكلام واضح نحن نعرف كويس إن السلطات السياسية في الشرق وفي الغرب او قول يا سيدي حكام الشرق والغرب في ليبيا شرعيتهم متاكله يعني زي زي ما يعرف الجميع الحديث عن الشرعيه في ليبيا اصبح شيء غير منطقي سياسيا ولا ولا باي معيار اخلاقي او ديمقراطي او حتى وطني. السلطات السياسيه الحاكمه شرق وغرب ما اصبح عندها لا شرعيه ولا مشروعيه. هذا كلام حتى بعث الامميه يعني. شرعيه سياسيه ديمقراطيه أو, أو المشروعية، شنو المشروعية؟ المشروعية هذه اللي تمنحها الشعوب ويمنحوها الناس للحكومات والحكام لما يؤدوا واجبهم، لما يؤدوا أعمالهم بشكل جيد ويوفروا الخدمات، هذه يعطوهم مشروعية. ولذلك دائما الجهات أو الأنظمة أو السلطات اللي هي فاقدة للشرعية السياسية ديما تجد ظلتها في في الشرعية الدينية، تجد ظلتها في شرعية أعلى لتعطي تعطي فيها شرعية أعلى أو أو تمنحها شرعية غير مستحقة، غير مستحقة بالديمقراطية أو بالإنجاز. وهذا طبعا موضوع فيه كلام واجد وفيه تجارب واجدة وربما في حلقة جاية نحن نحكي عليه بالتفصيل لأنه يعني متعلق بتجربتنا الليبية على كل حال السلطات في الشرق والغرب ببساطة عشان يعني عشان يحكموا عشان يحكموا في ليبيا كل حد يحكم في ليبيا هذا شيء معروف جابوا وقربوا جانبهم جماعات عندها نظرة خاصة وفهم خاص مفرد للدين وموقعة في الحياة وأشياء واجدة في الشرق جابوا مثلا على سبيل المثال السلفيين وفي الغرب الليبيين في الغرب الليبي جابوا الإخوان المسلمين ما احترمنا لهم يا القصه كلها القصه مش اختلاف على على الافكار اللي تتفكر فيها من حقك تفكر لكن بشكل سلمي من غير عنف من غير تحريض من غير سلاح فعشان طبعا هذه السلطات او الحكام الموجودين الان يبوا يحكموا باسم الدين بكل اختصار حتى لو كان الحاكم السلطات انت لوهلة تشوفها ما هيش ما عندهاش توجهات دينيه لكن هي تبي تحكم باسم الدين فهل الاوقاف هذا سؤال مهم او الناس اللي قاعده تقود في الاوقاف او المشائخ مع تقديرنا لهم او مجموعة هذه اللي اللي تغلغلت في الاجهزه الامنيه وقالت نحن قلنا لهم دغري من غير القضاء وفي الاوقاف وفي الجوامع هل عندها ادراك لخطوره الاتجاه اللي هي ماشيه فيه؟ هل عندها ادراك لخطوره خطاب الكراهيه والتحريض اللي اصبح غير مقبول في العالم كله؟ في بيانات من اللجنه العسكريه ضده في بيانات من لجنه ال 75 ضد خطاب الكراهيه خطاب الكراهيه تم الحديث عليه حتى في مخرجات برلين وتم اعتماده في مجلس الامن لما تطلع الاوقاف وتقول لك والله تناروت قاعدين ينشروا في المسيحيه والماسونيه والالحاد شنو يفهم منه؟ خلاص هذه تكفي ان اي عضو او او ضيف من من اعضاء او ضيوف تناروت او حتى واحد يدفع على تناروت يتعرض للقتل. ما هو عاد الكلام بالعقل. ما تجيش تطلع بيان وتقول لي انا لا احرض وانا متعجب انك انت قاعد تحكي علي هيك. انا بس قلت ان جماعة ضمي والله ينشروا في الالحاد والمسيحيه. ويعني يديروا في طقوس زي عبده الشياطين. خلاص عاد انت قلت كل حاجه الان. هذا أعلى مستويات التحريض أنت قاعد تقول لكل حد يتبع الأوقاف أو أي حد متعاطف معها أو أي حد كون قناعات بالمنهج بتاع الأوقاف حيمشي ويدافع عن اعتقاده وحيرتك بجريمة أنت مسؤول عنها بسبب هذا التحريض وهذه الإشارة أنت قاعد الآن تأشر بأصبعك على تناروت في بلاد فيها 25 مليون قطعة سلاح يا رجل وتقولها ضمي ضد الدين وضد تعاليم الإسلام ما بناغزوا ليبيين ولا كلنا ليبيين يا رجل كلنا ليبيين نحكي بالليبي يعني توهم مش موجودة وتأويل تعسفي كلامنا اللي نقوله فيه في ناس يأولوا فيه تعسفيا وكلام تناروت وشغل يتأولوا فيه تعسفيا وبناء على خيالهم يطلعوا في توهم ويبدوا يردوا عليها ويحرضوا عليها يعني أنت قاعد الآن أنت قاعد تتجادل مع نفسك في الواقع ما في شيء حقيقي فش أنت تتوقع لما تقول التهم هذه بالتالي بالتالي نحن نحمل العامة الأوقاف المسؤولية الكاملة أخلاقيا قانونيا لأي خدش ربما هو يصاب به زميل لنا في 218 أو مراسل أو صحفي يتبع 218 أنتم تتحملوا كامل المسؤولية ولا بد أنكم تتحملوها المسؤولية قدام الليبيين وقدام القانون الليبي المحترم وقدام القضاء الليبي النزيه وقدام الحاضر والتاريخ جديدة عاد هذه تطلع هيئة ما أو مجموعة ما وتجد تحرض بخطاب كراهية وبتهم خطيرة وكل واحدة منها تكفي يعني لارتكاب جرائم فظيعة في العالم كله ضد الفئة اللي تم التحريض عليها الأهم أن أي حد يتبع الـ 218 يتعرض لأي شيء حنعتبره حكام بنغازي مسؤولين مسؤولية مباشرة السلطات الموجودة الأمنية والسياسية والعسكرية في بنغازي مسؤولية مباشرة كاملة قانونا أولا وأخلاقيا ثانيا وليبيا ثالثا ما قلنا إحنا كلنا ليبيين في النهاية عمرنا ما سمعنا عن ليبي يحكم في, يحكم في ليبي بسبب مجموعة ما عندها نسخة خاصة من الإسلام وفهم محدود تاريخ الدين تبي طيب تفرضها بالقوة على الليبيين لا ينبغي أن الأجهزة الأمنية تكون جزء أو أداة لأي مجموعات عندها أفكار دينية خاصة مع احترامنا للأفكار اللي تحملها هذه المجموعات لابد أن هي الأجهزة الأمنية تتحلى بالمسؤولية وتلعب دورها الإيجابي في حماية المواطنات والمواطنين الليبيين والصحفيين بتاع 2018 ليبيين بالمناسبة أعضاء تناروت مثقفين ليبيين بناغزة يعول عليهم في المستقبل طبعا إحنا في اليومين اللي فاتوا شفنا بعض الإدراجات وزعلانين الجماعة من كلمة أو جملة لما تناقشنا على حادثة تناروت وقلنا نحن نبو إسلامنا الليبي إسلام أبائنا وأجدادنا ما نبوش إسلام مستولط زعلوا منها ما مش عارف ليش وحنكرروها من جديد نعم إنعم يا سيدي نبو إسلامنا الليبي إسلام أبائنا وجدودنا وين هي المشكلة في جدودنا والله في أبائنا المشكلة فيها عيب لما نقول لك نبو إسلام أبائنا وأجدادنا إسلامنا الليبي شنو هي المشكلة هل بوي ولا بوك ولا ولا جدي ولا جدك كان إسلامهم غلط مثلا عندك عليه ملاحظات شنو المشكله في الجمله هذه؟ وين هي المشكله؟ اللي مذكوره في 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 عضو لجنة العليا ذكرها في منشور مستغرب يقول يقولوا نحن نبو اسلامنا الليبي. نبو اسلامنا اسلام آباءنا واجدادنا اللي تم اختطافها هويتنا الليبيه اللي تم اختطافها الا اذا انتم تعتقدوا عاد ان ابائكم او اجدادكم ما كانوش مسلمين. كان اسلامنا الليبي من الشيشكي يعني. اسلام هلنا وناسنا الاسلام اللي اللي صنع المعادله المتزنه بين الاصاله في رصانتها ومحافظتها والمجتمع المحافظ وبين الحداثه في اندفاعها وانفتاحها على العالم الحياة المعادله المتزنه اسلام اللي بين هلنا جدودنا ابهاتنا اللي اللي كانت فيه القيمه الاخلاقيه في اعلى مستوياتها وقتها كان في اسلامنا لما كان في الاسلام الليبي في وقت الاسلام الليبي اسلام ابائنا أجدادنا كان الليبي المواطن الليبي او المسؤول الليبي يقول حد الله بيني وبين الحرام جمله ليبيه مشهوره ما هيش قاعدة توا لما كان يقول الليبي المسلم أنا ما نحطش إيدي في جيب حد تعالي على الفساد وفي في عصر في عصرنا شوف الوضع الآن مع انتشار الإسلامات المستوردة للأسف اللي كلها شعارات للاستهلاك الإعلامي واللي استغلوها حكام وسياسيين تركز على القشور ومسيبة الجوهر مسيب الأخلاق هذه هي الحقيقة بعدين بالمناسبة في نقطة يعني نحن نعيها جيداً الخلاف العقدي او الايديولوجي او الفكري والسياسي والعرق هذه اللي على الحكم اللي صار بين تيار سلفي وبين الاخوان المسلمين راهي من المفترض انها هي ما تجيش على حساب الشعب الليبي لابد انهم يتحلوا بالمسؤوليه ويراجعوا انفسهم عشان يكونوا عشان يكونوا وطنيين ما تجيش تكون على حسابنا يعني بعدين معلش اذا كانت الهيئه العامه للاوقاف جهه مستقله دينيا وماديا وعقديا وايديولوجيا عن اي عن اي جهه داخل البلد او خارجها والله وقتها ممكن واحد يقول والله اهلا وسهلا هذه جهة مستقلة من حقها التعبير في خطابها عن أفكارها وتصوراتها لكل القضايا السياسية والإنسانية طبعا من غير تحريض ومن غير خطاب كراهية لكن عاد إذا كنتوا جهة عاد أنتم موجهة في حد داز كام يضاد عليكم وزيدها خرعت خطاب كراهية وتحريض معناها عاد هون قولوها لكم الآن مادام تحكوا عن القانون والقضاء وهذا أفضل سياق لدولة القانون والقضاء وأي حد يطمح لدولة القانون والديمقراطية نحن سنقضيكم على أعلى مستوى على أعلى المستويات اولا دخل ليبيا لان نؤمن ان القضاء الليبي هو قضاء عادل، قضاء نزيه ويعمل بالقانون المؤسسة الوحيد اللي ما طالهاش الانقسام. حنقضوك من جوا ليبيا وبرا ليبيا ودوليا وامميا وكيف ما تبيها يعني. نقولوها بوضوح ما عندناش مشكله ابدا في هذه المساله. ما عندناش مشكله ان دعواتنا القضائيه تصل لاعلى المستويات وعندنا القدره على ايصالها لاعلى المستويات حتى في الخارج. حتى في الخارج ما هو طبعا عاد للاسف ما عادش في حد يخاف الا من الخارج تو. طبعا نحن عندنا مواضيع اهم البلاد ماشيه على الانتخابات وفي حوار سياسي وفي استحقاقات وفي اشياء مهم. عندنا عمل يعني لتقديم خدمه اعلاميه وهو, اهم بكل تاكيد ولذلك هذه اخر مره نحن حنحكوا فيها على مساله الهيئه العامه للاوقاف الموجوده في بنغازي هذه اخر مره لما نبو نتكلم ونبو نحكوا المره الجايه حنتكلموا بالليبي هنقولوها بوضوح يعني هيك حنتكلموا على الجهه اللي تدز فيهم او تدز في الاوقاف على الجهه اللي تدعم فيهم في بنغازي والشرق حنتكلم بوضوح على الجهه اللي تساند فيهم وتستخدم فيهم وتاخذ في شرعيتها من وجودهم. عارفين كل سلطه فاقده المشروعية محتاجه لخطاب ديني يعني يدعمها ويقدر يقدم لها ويخدم لها في 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 المؤسسات وفي الجوامع على شرعيه يعني ربما تكون غير مستحقه. بعدين بنقولوا حاجه يعني توفر على هيئه الاوقاف التعب والجهد. والقصه هذه كلها يعني اللي هم دايرينها. هم عندهم وقت واجد يعني زيد عليهم على ما يبدو. بنقول لكم حاجه واحده راهو حربك او محاولتك انك انت يعني تبي تقصي 200 تقضي على 218 ولا تبي تقصيها راهو لا يعني اي شيء هذا جهد مهدر عارف ليش لانك قاعد تحارب في فكره حره 218 راهي فكره فكره حره الافكار الحره ما تموتش ولم يسجل التاريخ الانساني ان الجهل والكراهيه وخطاب العنف والتزمت والتعصب الديني او العرقي او الايديولوجي او السياسي سميه ما شئت لم يسجل التاريخ انه هو قدر انه هو يهزم فكره حره او يقصيها او يتخلص منها لذلك ما تتعبش روحك من المفترض أن تهتموا بالمسألة الأخلاقية فعلا بمن حكوا على الأخلاق والأهم من 218 روى تلفزيون الليبيين ما لنا تطلع الناس للحياة والحرية هذه هي الفكرة هذه هي 218 هي فكرة حرة ضد الجهل والظلام وحتقعد اليوم وبكرة وأمس وبعدين وبعد مية سنة كان عشنا كان عطانا ربك عمر يعني حتستمر بهذا الشكل حتقعد 218 من بار حر ما هو لازم هيئه الاوقاف او غيرها او داعميها يعرفوا ان اصواتنا حره خذ الكلام النهائي في اي زمان وفي اي مكان وباي صيغه اصواتنا حره للابد الله غالب نحن هيك شو نديروا اصواتنا حره لما الواحد يحكي عن الحريه في حاجه مهمه راهو نحن ما عرضناش معمر القذافي عشان انه هو معمر القذافي ولكن لانه هو قاعد يدير الان زي ما يديروا الناس واجده يعتقد ان الطريقه الانسب للحكم هي فتح حرب شامله على الحريات والاصوات الحره نتوقع انها هي طريقه غير صحيحه بالتجربه واحد مع راس القذافي عشان يعادي جيزية هذه يقول لك اي ليبي او ليبيه يقول لك عاد احنا عرضنا معمر عشان نفس القصه نقطه اخرى مهمه وسؤال يعني اخير من كلمتين اين المثقفين جماعة المثقفين وين هل يعقل ان ان المثقفين مخلين عاد تناروت وغير تناروت قاعدين بروحهم ضد اله ايديولوجيه تمتلك سيارات وسلاح بصراحه عاد نقولوها في سيارات وسلاح ولا ما تجيش اللي يدير فيه الهيئه العامه للاوقاف اذا اذا مشاو تم فرضه بالعنف بخطاب الكراهيه والتحريض معناها راهو نحن دخلنا في عصر اخر معناها الزمن اصبح محنط في لحظه تاريخيه عمرها ألف سنه وهذه اللحظه التاريخيه ربما حتحكم سنوات طويله جدا في بنغازي وفي الشرق ربما في كل ليبيا يجد حتى النشاط الثقافي بالاذن اللي بيدير امسيه ثقافيه ولا بيقول شعر يجي قبلها ويقدم شهاده حسن سيره وسلوك ويعني وي يوري جماعه الكتب اللي هو بيحكي عليه ويقدم طلب ويحاول إقناع هيئة الأوقاف أنه هو مسلم ما ضد الدين أنت محكوم عليك أنك أنت ضد الدين قبل ما تحكي اللي بيغني ولا بيمشي يأخذ أذن على الأغلب مش هيأخذ أذن طبعا لأن الموسيقى والغناء حرام وموجود قاعدة في الفتاوى تفتح الصفحة الرسمية حتلقى تحريم الموسيقى والغناء يعني. فهم واحد مفرد ويتيم للدين ولموقع ولفلسفة الدين وفي قصور النظر في رؤية أي جوانب إنسانية جمالية في علاقة الإنسان بالدين هذه نحن نقطة وانتهى الكلام فيها شيء مهم جدا الان خلونا ننتقل له الشيء الاساسي ونحن نعتذر على الاطاله ولكن كان كلام لابد انه هو ينقال. السيد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسه الوطنيه للنفط طلع في في تصريحات ناريه جدا وتهم كبيره جدا تهم كبيره للغايه وجهها للسيد الصديق الكبير وزي ما يقولوا الان الكره في ملعب السيد الصديق الكبير يعني السيد مصطفى صنع الله اشار لاشياء مهمه جدا وحكى على نص من على نص تريليون تكلم على مبلغ يقدر ب 500 مليار وهو مبلغ يعني هذا يبني لك دوله من بدايتها نهايتها لمده 100 سنه تقدر تشغل الدوله بهذا المبلغ فنبي ناخذ معكم مجموعه من جزئيات هو طبعا كلام طويل جدا لسيد مصطفى صنع الله ولكن نبغى ناخذ نستعرض معكم كل مره دقيقتين دقيقتين وبالتفصيل وبالتحليل نشوف السيد مصطفى صنع الله شنو يقصد وشنو خلونا نشوفوا الجزء الاول ونشوفوا هذا المقطع للسيد مصطفى صنع الله من جمله خطابه الطويل. لم تتحدث ولم تدافع اثناء قفل النفط. اذا انت ما كنتش أنا. انت تبي بس يعني بقره حلوب تحلبها وتاخذ الحليبه وتعطيها علي ترضى عليه. تعطيه للقطط السمان والديناصورات والوحوش هم اللي كانوا ياخذوا في اعتمادات وهميه بدينار و40 قرش شفنا الحاويات تاع التراب وتاع الرمله وغيرها والميه والكلام هذا كله مليارات عدا قلنا لك نعطينا كشف حساب وين درت؟ فيش حد طلبوا منك نطلبوا منك نحن ولك وين عدا الفلوس؟ لان نحن نعانوا باش نطلع النفط هذا نعانوا باش نحصل الميزانيه نعانوا باش نبيعوا النفط هذا نعانوا باش نحافظ على على سمعه الخامات الليبيه اللي تضررت كثيرا من الاقفالات وبعدين يجي واحد يلهف في لحظه اللي لما الجمل في سنه ياخذ جمال اللي لما النمله في سنه ياخذ جمال في خفه كيف ما يقول مش معقول هذا يتوقف هذا العبد كان كلامنا واضح تكون في شفافية واضحة وين هذه الفلوس ماشية إذا كان ماشية فعلا الليبيين ماشية للأسر وماشية للعلاوات والأطفال وغيره ولا إحنا وحدين رحبوا بها لكن تأخذ الفلوس ما أنا تعطيهم للقطاع قطة سمينة ويأخذون بجنيه واربعين قرش بعيد عيد يدورون في السوق يبيعون بعشرة جنيه و9 جنيه و8 جنيه هل الأسعار انخفضت في أسعار انخفضت مش حد يتحجر المصرف المركزي أنت مسؤول بالقانون أنت مستشار الاقتصادي للحكومة الليبية أنت المستشار أنت برتنبه وتوري الفلوس وين يعدل ونحن بناك من قبل 2016 اه ممكن فيديو تونا نوريكم اربع سنوات فاتت ونص ممكن تسمعوه ممكن تلقوه في كثير من سبب القناه بعض الاسباب يقول الفلوس من يعدل انا اظن صوتي لهذا الصوت الفلوس من يعدل يجب تكون واضحه في كل الفلوس نحن يعني شركات بصعوبه بالغه باش تنتج النفط باللوقات اللي مازال حاليا بدون اي مساعدات بدون مياه شروط صالحه بدون اكل كافي بدون مصير مصارات متوفره بدون علاج بدونش مع هذا كله مازلنا زلنا محافظين حد الادنى بعدين الفوزان كله ممكن ياخذ واحد من الاسباب اللي نرجع وين مش من تو نقول نبو شفيه لكن فيش حد يستمع لهذه لهذه المناشدات نعم اذا في جزء اساسي جدا المؤسسه الوطنيه للنفط وصنع الله تحديدا كرئيس للمؤسسه الوطنيه للنفط تجميد الايرادات يعني هو مقدمه بناء على كم حجه الأولى أن مسألة الشفافية وطبعا في ناس تتساءل تقول إيش معنى صنع الله طلع في تصريحات نارية هو يعني قاعد يوضح في هذه المسألة يقول إن إحنا تكلمنا على الشفافية من زمان ونحكي عليها من زمان فيش حد سمعنا شرط الشفافية هو شرط أساسي في مسألة أن الإيرادات تنتقل للمصرف ليبيا المركزي الشيء الأساسي اللي هي مسألة تجميد إيرادات النفط هي أيضا مرتبطة بأشياء كثيرة منها طبعا مسألة الشفافية طبعا أيضا اتفاق وقف إطلاق النار اتفاق إعادة ضخ النفط اللي هو بالمناسبة أيضا مرتبط باتفاق وقف إطلاق النار المشكله الكبيره اللي نحن قاعدين نواجه فيها الان وتشوفها الان في القصه هذه كلها الايرادات النفطيه من المفترض ان هي تظل 48 ساعه داخل حساب المؤسسه الوطني نفط وهو حساب سيادي وبعدين تنتقل مباشره المصرف مصرف ليبيا الخارجي في حساب المؤسسه الوطني نفط الى المصرف المركزي هذا في الوضع الطبيعي من المفروض ان الامور تمشي بهذه الطريقه لكن طبعا في ترتيبات سياسيه وفي ترتيبات محليه وخلونا نذكروا ان المقترح الامريكي والفلسفه الامريكيه زي ما دائما بتجميد ايرادات النفط كانت التالي تجميد ايرادات النفط يحيد ورقه الصراع ورقه النفط من الصراع وبالتالي تقل مساله الاهتمام واهميه الحقول النفطيه وبالتالي يقل يعني الصراع عليها ونعزز حاله الجمود العسكري ونعزز وقف اطلاق النار وتم تضمين اتفاق ضخ النفط اللي هو يؤكد على تجميد ايرادات النفط في الغردقه وبعدين الامريكان وضعوه في في اتفاق اللجنه العسكريه اذا هذه جزئيه مهمه جدا اتفاق ضخ النفط معاش اصبح اتفاق ضخ نفط فقط لكن هو قاعد الآن في قلب التسوية السياسية في قلب المسار الأمني والعسكري والسياسي لو أنك أنت تزحزحه شوي أو مثلاً تبي تفرض خرق هذا الاتفاق معناها أنت قاعد الآن ربما تزعزع بقية المسارات على الأقل يعني هذا اللي نحن نفهمه من كلام مصطفى صنع الله نشوف جزء آخر وتعليق آخر للسيد مصطفى صنع الله بخصوص المصرف المركزي تأخذ فلوس وريحه الفلوس يا غير استفد بين كان عد اللي كان عدل بين والله سحتين كان بريت بين حاجة أوكي لكن الفلوس بين علي, على على ناس محدودة في مناطق مختلفه من اجل تحقيق مكاسب وانشاء مراكز قوه لا يمكن استمر لعبه هذا لا يمكن اطلاقا واللي قام بمؤسسه هذه لحمايه الثروه الليبيه هذه الحمايه للمال حمايه للاجيال القادمه نحن الفلوس هذه نحن تفضل بين وفق القانون يدرو فيها مش مخالف القانون واللي يقول كلام غير ذلك يعدي وبين بين وبين القضاء لكن واحد يقدر يطلع ويكتب ويقول يقول في كلام اللي تباكى واللي يعيط على الفلوس هو اللي مستفيد منها بس الا ما تاخذ الفلوس تعطيه اللي بين كله بجنيه 40 قرش والله ساعتين وصحة لكن واحد تعطيه بجنيه واحد 40 قرش واحد يأخذ ب جنيه ونص من السوق وقاعد كل يوم ترفع في الاسعار وتقول لي راه لا يمكن لا يمكن الاستمرار الاحتفاظ بهذه الاموال هذا الى حين فعلا زي ما قلنا تقعد الامور كلها واضحه تكون في شفية واضحه في كشف حساب وفي كاش صرف واحد سعر الصرف هذا تحكوا عليه في منتديات الاقتصادية حضرت أنا على الأقل أربعة ولا خمسة في تونس وفي لندن وفي غيره كلهم يحكوا على سعر صرف واحد لكن بلاد فيها أربع أسعار صرف من ب تجيب 140 قرش وواحد تبيع 3 جنيه واحد تبيع جنيه واحد تبيع ب بعشرة جنيه واحد بسكوك واحد شنو الفوضى هذه تنعم هناك هنا في تراب ولا في رملة توين الفلوس عدة مليارات 180 مليون عدة في في حد استفدنا في ليبيا أنا بعدين حتى مرتبات بلا تضليل الناس تقول لهم مرتبات أنا أعطيك سلفات 24 مليار كويس دينار ليبي متفقين معانا سي 24 مليار دينار ليبي يعادلن بالسعر في هذاك الوقت العام الماضي ممكن 6 مليار او 5 مليار بس لك تعدي في حساباتك تكتب لي تقول لي هنا 24 مليار يعادل 18 مليار وين يا ابوي 18 مليار 13 مليار الريحات هذينا كل سنه ريحات 13 14 مليار ورينا فلوسها اعطيني لي بين الدولارات هذه 13 مليار الفرق اعطي لهم نزلهم خليهم صحتي وصح ياخذوا اللي بيهم خليهم هم اللي يبيعوا خلي يبيعها ب 6 7 يستفيد هو وقفت حتى المنع على 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 رقدي الرياح وقف عندك فلوس انت عندك كرسلة اربع خمسين ستة الفلوس احكي قول بشفافيه ولا فلوس مش فلوس اللي عندك انت وتلعبوا بيه مش عارف توتروا فيه تحط في مساهمات فاشله تحط في مساهمات فاشله وتحقق في خسائر كبيره اعتقد ان كلام مصطفى صنع الله صعب انك انت تعلق عليه يعني يحكي بالليبي وباللهجه الليبيه وكلامه واضح ولا شك ان الكره يعني في ملعب السيد صديق كبير كلام صنع الله مش محتاج اي تفسير يعني والكره في ملعب المصرف المركزي ربما يكون عنده رد اخر ربما يكون عنده ردود قانونيه ربما يمشي في مسارات قانونيه حنتابعوها معكم ونشوف المصرف المركزي يعني كيف يرد ولكن خلونا نشوفوا جزء من ارائكم وتعليقاتكم كيف تعاطيتم مع يعني المزاج العام كيف تعاطى مع كلمه صنع الله الناريه وخلونا نبدا بالوزير وزير الثقافه السابق الكاتب الاستاذ عطيه لوجلي الاستاذ عطيه يشوف إن او يرى ان التصادم الهائل هذا بين صنع الله وبين الصديق الكبير فيه جانب ايجابي مش كل شيء في شيء في شي سلبي أولا عندك أول مرة نشوفه نقاش شفاف وإن كان طبعا عنيف هذا النقاش لكن هو نقاش واضح بين مسؤولين ليبيين في موضوع مرتبط بمصير وقوت الليبيين النقطة الإيجابية الثانية اللي حكي عليها السيد عطية لوجلي أن الصراع هذا خلى الجميع ينتبهوا لجزئية مهمة جدا وهي خطورة أن فئة بسيطة أو قلة أو 2001 زي ما قال السيد صنع الله خطورة أن هذه تتحكم في قلة قليلة تتحكم في مصير مؤسسات الدولة والوزارات والحكومات النقطة الثالثة الإيجابية اللي في العركة هذه والكويسه يعني ان الصراع هذا حيفتح المجال للراي العام الان الناس حتشارك مشاركه مجتمعيه مشاركه في النقاش هذا وهذا شيء بالضروره حيجعل الناس ترفع صوتها عاليا من اجل التغيير طيب نمشي لادراج اخر للمتابع مالك خلف متابعنا مالك خلف باختصار مالك يشوف ان لو ان الحرب المشتعله هذه بتاع البيانات والاتهامات والخبر الشين اللي شفناه هذا كله بين اهم مؤسستين في البلاد صارت في مكان اخر راهي الدنيا انقلبت راهو الناس نزلت للشوارع مش حنقدر نتفرج وخلاص نحن على القصه هذه ربما مالك يشير لغياب فاعليه وقوه الراي العام وحركه الشارع الليبي ادراج اخر لنزار الزوي متابعنا نزار الزوي يطرح في بعض الاسباب طبعا بحسب وجهه نظر نزار والاسباب هذه زي ما يشوف نزار تخلي في الصديق الكبير قاعد الى الان اولا يرى ان الصديق قاعد يحظى بدعم مسلح من مجموعات بعينها ايضا يبدو ان الصديق عندما يثبت فساد الطبقه الحاكمه بالتالي هذا قاعد يعزز في بقاء الصديق الكبير في منصبه رغم كل الزلازل اللي صارت حول كرسيه، انت يعني تتكلم عاد رئيس المؤسسه الوطنيه بالنفط اللي هو عاد طبعا رئيس المؤسسه الوطنيه للنفط ايرادات النفط بالعمله الصعبه جي وتوضع في المصرف الليبي الخارجي، فاللي قاعد يتكلم طبعا هو رئيس المؤسسه الوطنيه للنفط وهذه هي طبعا اللي فجرت الموقف ما هو شخص عادي، مصطفى صنع ما هو شخص عادي ينتقد او يحكي على فساد، هذا رئيس المؤسسه الوطنيه للنفط اللي تجيب في الدولار، تجيب في العمله الصعبه وتضع فيها في حساب المركزي نمشوا لادراج اخر ادراج للسيد عبد الرزاق العرادي عضو جماعه الاخوان المسلمين وهو طبعا عضو في لجنه الحوار بتاع 75 ينقل في وجهه نظر من صديق له زي ما هو يقول في تغريده شافها هو وقراها يشوف في الموضوع من وجهه نظر ثانيه مختلفه يشوف ان تصرف صنع الله يعني ما كانش تصرف حكيم وهو تصرف غير مسؤول تصرف شعبوي يعني ما يصدرش من رجل دوله بحسب وجهه نظره نمشي لادراج مختلف لاحمد موسى احمد من بن بنغازي يشوف ان إذا ما كانش في إعادة نظر في عمل مجلس إدارة الصديق الكبير ومرت التصريحات بتاع صنع الله الصادمة والنارية هذه مرور الكلام معناها راهو يا جماعة الصديق الكبير حيجد لعند ما يموت بين قوسين أن أكبر من التهم اللي وجهها رئيس مؤسسة النفط تهم بالمليارات والفساد دي رئيس المصرف المركزي أكبر من التهم هذه راهو ما فيش ما فيش أوضح من هيك إطلاقا فإذا استمر السيد الصديق الكبير معناها راهو الراجل هذا قاعد للأبد بحسب وجهة نظر أحمد نمشي للاستاذ محمد العكروت وهو دبلوماسي سابق وسفير سابق في كم دوله. الاستاذ محمد العكروت يوجه في سؤال نقدي لصنع الله يتساءل اذا صنع الله عارف ان المركز قاعد يعني بعزك فيها المليارات من عائدات النفط ايش معنى؟ ليش ادنت اقفال النفط بما ان البلاد والناس ما همش مستفيدين شيء؟ هذه ربما تخلينا نفكر شوي نطلع شوي من الادراجات يعني وجهة نظر طرحت البعض قال أن يعني كلام صنع الله قاعد يؤكد في مزاعم التركيبات والمجتمعات المحلية اللي هي أغلقت النفط وأن يا الفلوس ريحات ريحات نحن ليش نصدر في النفط وجهة نظر المؤسسة الوطنية للنفط هي, هي وجهة نظر فنية ومهمة جدا إغلاق النفط والإلحاح و على أن لابد أن يتم فتح النفط لأن طبعا إغلاق النفط كان وما زال وبال على ليبيا مش عشان أن الفلوس يمشن ومعاش جن ولكن لأن البنية التحتية تتضرر بشكل هائل من إغلاق النفط تتضرر بشكل هائل صعب انك انت تعالجه مرات يكلفك مليارات المليارات المليارات ما هيش سهله القضيه اغلاق النفط تترتب عليه في اشياء مهمه جدا واشياء خطيره مش معناها ان مثلا الفلوس عاد ريحات معناها نحن بنوقف النفط هذا شيء يعني فنيا يعني افتقد للمنطق ولكن طبعا هي وجهه نظر تطرح يعني وكل حد يعني وتحترم طبعا بكل تاكيد ادراج اخر للناشط عبد الله الغرياني يعني تقريبا في نفس السياق يرى ان كلام صنع الله يؤكد مزاعم المجموعات اللي اغلقت النفط باختصار شديد وعبد الله يدعو لحمايه المؤسسات السياديه من الفساد. متابع اخر عنده وجهه نظر مختلفه تماما ما هوش متعاطف جدا مع كلام رئيس المؤسسه الوطنيه للنفط. المتابع رياض متابعنا رياض يشوف ان ربما نقدر ندير مقارنه بين صنع الله وبين الجدران طبعا مقارنه صادمه طبعا مع الفارق. الشيء المشترك بحسب وجهه نظر رياض أن الاثنين ادعوا الوصاية على المال العام رغم أن طبعا نلاحظوا أن صلاحيات صنع الله أكيد هي مش نفس صلاحيات الجدران لكن طبعا يحكي على هذه المسألة ولكن ربما أيضا في من يقول لك يا رياض أن صحيح ربما القانون ما يقولش صنع الله رغم طبعا صنع الله قال راهو بالقانون اللي نديروا فيه تجميد الإيرادات ربما يعني فيه أخذ ورد قانونيا لكن أيضا راهو في وضع استثنائي ربما المسؤول اللي موجود في مؤسسة سيادية يشعر أنه هو دم يشوف المليارات تمشي يشعر أنه عنده مهمة لازم يديرها لابد أنه هو قد يتجاوز صلاحياته من أجل صالح عام ربما في البعض يشوف فيه من هذا الجانب قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح الكاتب الصحفي الأستاذ علي وحيدا يشوف أن اللي يصير الآن بين المؤسستين قاعد ينعكس بشكل مباشر وسريع على موقع الدينار بالنسبة للدولار يعني ينبه على جزئية ربما نسوى جديد ما انتبهوا ويبدو أنه هو ينهار زي ما يرى الأستاذ علي يحكي على الدينار الليبي عشان عندنا أيضا عندنا يا سيدي إدراج للصحفي الزميل زميلنا الصحفي أحمد السنوسي احمد في ادراجه يؤيد بالكامل في اللي قاله صنع الله ويرى ان كل ما قدم صنع الله من حجج وارقام هو الصحيح بالكامل وان المستفيدين من عمل المؤسس طبعا هم من المسؤولين الليبيين ولكن طبعا المسؤولين هم الوحيدين المستفيدين وما عندهم اي تعليق على كل حال عندنا ادراج اخر لعمر بن غيث متابعنا يشوف عمر ان اللي قاعد يصير الان ويحدث الان هذه اكبر عمليه نهب ممنهج يتعرض لها اي شعب في تاريخ العالم ويسال عن 60 مليار نتاع ضريبه الرسم هذين وين راحن وين عدن الاستاذ عبد العظيم البشتي الكاتب والسياسي ايضا يشوف ان الصراع والمشاكل بين صلعن الله والكبير بهذه الكيفيه وبهذه الطريقه وبهذه الاليه في هذا المستوى ايضا قاعد يعطي فينا نتيجه واحدة ووحيده ان اللي قاعدين يحكموا في ليبيا الان ناس متسلطه، البلاد هذه يبدو انها ما يحكمش فيها القانون. ننتهي باخر ادراج في جولتنا هذه على موقع التواصل الاجتماعي للدكتور الاستاذ الطبيب سالم الهمالي. يطرح في الموضوع بوجهة نظر ثانية ويرى ويشوف أن مسألة السيطرة على فلوس ليبيا تجي في سياق ربما دولي أو إقليمي وأن هذا هدف بعيد المدى ولكن كانت فيه له مؤشرات من البداية انتهينا في جولتنا وانتهينا في حلقتنا بهذه الجولة على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا نعتذر منكم مشاهدينا ومشاهدتنا الكرام في كثير من المواضيع ما حكيناش عليهم وفي تفصيلات مهمة أخرى كنا نحكي عليهم لكن للأسف لم يسعفنا الوقت نوجه الشكر طبعا لكل الناس اللي شاركوا طبعا في مسألة الإدراجات هذه هي. وأيضا بنقول لكم جزئية مهمة كل الرسائل اللي تصلنا على على منصاتنا الرسمية 218 تي في و 218 نيوز كلها يتم قراءتها كلها يتم التعامل معها ونحن نرحب بها ونأكدوا لكم أن كل الرسائل تصلنا ونقرأ فيها أول بأول ونحن يعني سعداء جدا وممتنين لكل الناس يعني زي ما قلنا 218 هي, هي تلفزيونكم 218 الليبيين ما يشلنا فنشكركم جزيل الشكر و من جديد يعني نقدر كل هذه المجهودات وكل هذا التعاون يعني وكل هذا التعاون الايجابي ونحن قاعدين نفكر مع بعضنا في في مشاكل ليبيا وفي ازماتنا الليبيه وفي قصتنا هذه يعني اللي نتمنى انها هي تنتهي على خير. تحياتي في النهايه وايضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم امسيه طيبه.